قرابة 10 أيام دام معرض الإنتاج الوطني في طبعته 31، حيث شهدت الطبعة مشاركة واسعة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الساعية لفرض وجودها في السوق الوطني. هو أنك تكون مع شركات وطنية كبرى هو تحفيز أي منتج جزائري أنه يزيد يطمح يشوف أكثر وأكثر، أنه يزيد يطور من منتوجه، أنه يزيد حاجة جديدة للبلاد، تعاونوا ونتكاتفوا أن النقص هو مستوردة يعني. الإقبال الحمد لله كان مليح، لو روتور تاع لي كليون اللي تي بوزيتيف بارابور على لو برودوي تاعنا، دونك هذه هي اول مشاركه تاعنا لمعرض الانتاج الوطني وان شاء الله ما تكونش لا ديرنيير. الاحتكاك بمختلف الشركات والمؤسسات الوطنيه الرائده في مختلف القطاعات بالسوق الجزائريه كان هدفا منشودا من طرف هذه الشركات في ظل المنافسه الكبيره التي باتت يعرفها السوق لا سيما فيما تعلق بجودة المنتوج. جودة مؤخرا وبعد وقف الاستيراد عرفت يعني تطور كبير، بعد ما كنا نشوف المستهلك الجزائري والمنتج الجزائري يشوفوا غير الأشياء المتوسطة والرخيصة، الآن الشركات والمستهلك الجزائري راهم يمشوا نظرة واحدة يعني. والله غير هذه فرصة خاصة للشركات اللي راهم ناشئة باش يزيدوا يشهروا بالمنتوج تاعهم اللي راهو والسوق تاني راهو متعطش. جلست مليحة فيها إقبال تاع المواطنين وجاونا بزاف الحمد لله من كاع ولايات الوطن، من الشرق من الغرب من الوسط، دونك سي ان بون ديبو بوغ الشركات هذوما اللي بداو يتلونساو. هي مناسبة تسعى من خلالها مختلف الشركات للتعريف بمختلف منتوجاتها خصوصا مع التسهيلات التي تقدمها السلطات العمومية في سبيل رفع وتيرة الإنتاج الوطني.